انا هتكلم على اني انا انسان حضرت الحج السنه دي يعني بنفسي انا والمدام، فشهدت على جهود المملكه العربيه السعوديه في تنظيم الحج السنه دي. الحمد لله التنظيم كان عالي وعلى اعلى مستوى، بدايه من فتره الترشيحات. وزاره الحج كانت هي المسؤوله عن ترشيحات الحجاج، وكانت هي المسؤوله والمنظمه على حملات الحج. طبعا كنت حاضر الحج كحجاج الداخل، كحاج من حجاج الداخل، فكان بيختلف شويه في الترتيبات عن ترتيبات الحجاج القادمين من السودان. سوري عفوا. فالتنظيم بدايه من الترشيح، بدايه من التواصل، بداية من الإرشادات والتوجيهات اللي كانوا بيرسلوها، استخدام وسائل التواصل المختلفة سواء التليفون، سواء الرسائل، سواء الواتساب، الإنستغرام والتليجرام والتويتر، فجميع وسائل التواصل كانت تستخدم. الحمد لله الحج السنة دي ما كانت فيها أي مشاكل ولا أي حوادث اللي كانت بيحصل السنة الماضية بسبب التلافي العثرات اللي كانت موجودة. والشكر موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزارة الحج وللقوات النظامية الموجودة في المملكة العربية السعودية ولكل الحملات والبعثات اللي شاركت في تنظيم الحج.